كلية ايه؟ مرشد سياحي جامعة عين شمس. انت مرشد؟ انا مرشد. بدأت تشتغل عن اصحابك؟ لا. دكتور باسم سامي. كلية تجارة. بقالك فيها كام سنة؟ بقالي فيها داخلة في 7 سنين. يعني قربت تبقي معيدة؟ انا اوريدي معيدة. معيدة بتعيدي يعني؟ انا معيدة عيد. انا محاسب بكالوريوس تجارة. تانية ثانوي. تجارة. بكالوريوس تجارة. تالتة ثانوي. تجارة. جامعة معهد. معهد. دبلوم تجارة. ثالثة ثانوي. كمل الجملة دي بالعربي. لو أبويا كان اتجوز أمي بدري كان إيه اللي حصل؟ كنت على الأقل اتهنيت معاه شوية بدل ما مات بدري. الله يرحمه. كنت هتتجوز بدري. مش عارفة، بالتالي ما كناش جينا الدنيا؟ كنا خلفونا بدري. والله وجهة نظر. بدري كنت أنا هاجي بدري أكيد. مفيش حاجة تحصل. إزاي بقى؟ قلنا هنيجي احنا بدري. انت زمانك كبير في السن. كنت زمان اكبر من كده. كنت هتيجي انت بدري. والله انت رابع واحد يقول الاجابه دي. بجد والله. ما كانش حاسس حاجه ما كانش جابني؟ لكن ساعتها هيبقى في مشاكل ولا ايه؟ هتبقى اكبر سن. كان هيجيب عيال اكتر. مش عارف والله. كان ممكن اتولدت بدري. اقولها ازاي بالانجلش بقى؟ فازر ماريد مازر. فازر ماريد مازر. وهي كان بقى عندي برازر. لا مصلو كلام منطقة اكيد فزر مارد مزر يبقى فيه برازر. لا مش عارف. وكنا نقط جزر. انت بتهزر. عاملها انجليش ازاي بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بحق الله. If your dad married your mom. يعني انا كنا بناخد انجليش كده في المدارس بس عشان ايه؟ نحطه في الامتحان. شنشني؟ لا لا. لا عشان نحطه في الامتحان بس. ماريتش امال اسمها ايه؟ نكمل بالوجع القلب. نكمل يعني جت على ده يا محمد. If your mother or your father married your mother early you will marry early. لا النص الثاني لازم يكمل عشان اصلا النص الاولاني غلط. You will have been married early. When my dad. لا مش وين يا لودي اللي هي ايه؟ يعني ما ينفعش if my father had married earlier I would have been married earlier. ممكن تمشي برضه. تمشي؟ اه. اطلع لك فوق ولا تنزلي تحت؟ لا لا زي ما انت كده. ايه؟ زي ما انت. يعني خليني واقف هنا على السلم. انت طويل ما شاء الله. ايه؟ انت طويل. انت بتجرحني. لا لا ما شاء الله. وانا حسيت ان انا وقعت في حفره دلوقتي. لا لا لا. والله انا قبل ما انت تيجي كنت فرحان. لا ما شاء الله. وكان ربنا مديني من واسع. طب ما شاء الله. بس انت اول ما تمشي ان شاء الله. هتحس تاني بقوتك. طبعا اكيد. لا لا لا. مش كنت بتحفظ كلمات في الثانويه العامه؟ لا ده كله كده كلمتين بيتحطوا في وغشيت الحمد لله ربنا ييسر لك. اه تمام. ورحت كليه التجاره. تمام. وغشيت في كليه التجاره. معنى انت راجل صاحب مبدا. مش فاكر اي حاجه. انا اقرا الفاتحه مثلا وتوكل على الله. لو كان ابويا اتجوز امي كنت اتهنيت معاه. لا مش فاكر اي حاجه. وحته من سوره البقره. لا شكرا. لا مش عارف. مش عندكم في الثانويه العامه قاعده اف؟ اه. انتوا بتحفظوها بس ما بتستخدموهاش؟ لا بنستخدمها بس. استخدميها بقى. انا فاشله في الانجليش. لا هو انا ما اتفقناش على كده. تعليم الانجليش بتاعنا هو في مصر في تعليم انجليش. هي لو اللي هي لو اللي هي اف ماي براذر. براذر ده اخويا. اه از ماي فاذر. لو اتجوز مش هيفيدني في حاجه. يخرب بيت الانجليش. لا الانجليش طار خلاص. هو كان موجود قبل ما يطير. اف ماي فاذر ماريد ماي ماذر ايرلي I came early. انا مش عارف. لا الكلام ده من الاخر ومن قلبك. لا مش عارف. طيب فازر هي افتر تايم ايف ماي فازر مارد ماي مازر ايرلي وات ويل بي هابن. ده انت اللي هتقول بقى. بص انا عندي سهل ان انا اقول. انا الحمد لله بكلم انجليش بس التوتر وحش معاك. ماي فازر مارج ماي مازر. مارج يعني ايه مارج؟ اتجوز. وماله؟ او ماري او فتحي. لا صاحبتي زي بالظبط. بطيخ العنب. انا عندي ما اقولش ولا اني اغلط. هو كلام مظبوط بصراحه بس انت غلطت. واللي كان بقى انا غلطت. واللي كان وبقابلني اني اقعد اسجل معاك تاني. معلش انا مش عايز. ويل بي بورن اريا. لا هو احنا في حاجه عندنا اسمها انجلش في الثانويه العامه. ماي فازر ماري ماي مازر اي ويل
درست بس هو طبعا هي مش مظبوطه بس يعني كويس محاوله كويسه بامان. ولا ازاي ما اعرفش if your father would marry your mother older than before it would be bigger. مش انتوا عندكم في الانجليش قاعده اف المفروض المفروض صح مش هي دي لو لو استخدمها بقى لا جربي لا لا حطك بموقف عشان ها اش اقول لك ايه remember my father married my بص للكاميرا married my mother I birthed was from last time.